ومكفيين معكم مشاهدينا، ووصلنا لفقرة أوراق اليوم لنشوف رؤى شو مخبيت لنا أخبار وشو في بجعبتها. بشار، اليوم معنا أخبار متنوعة، يعني كان اليوم حلقة متنوعة فيها باقة عن التميز السوري اللي دايما بيترك بصمة عالميا، وبداية أخبارنا كمان عن بصمة سورية بمجال الفن والتمثيل. أول أخبارنا من جريدة الأخبار يلي عنونت أيمن زيدان سوبر ماركت للمرة الثالثة. لا يستطيع أيمن زيدان الغياب كثيرا عن الخشبة، هكذا يكشف الستار عن مسرحية جديدة بعنوان سوبر ماركت على مسرح الحمراء في دمشق، حيث تستمر لغاية 15 من أيلول المقبل. يعيد النجم السوري إنتاج المسرحية التي أعدها بنفسه مع محمود الجعفوري، واقتبسها من نص للمسرحي الإيطالي الراحل داريو فو الحائز على جائزة نوبل عام 1997، وهي كوميديا شعبية لا تخلو من النقد الاجتماعي والسياسي، تتطرق إلى أشخاص يدخلون إلى سوبر ماركت ويسرقونه بسبب ارتفاع الأسعار وقساوة الأوضاع المعيشية، لتستنفر الأجهزة الأمنية من أجل إعادة المسروقات. أكيد تضم قائمة من الممثلين هي المسرحية تميزوا وتركوا بصمة مسرحية، رح نترك التفاصيل ما رح نحكيها لمتابعينا لحتى يروحوا ويتابعوا المسرحية. أكيد رؤى، يعني الأستاذ أيمن دائما بيعودنا على أعماله الواقعية اللي بتلامس الواقع، وبنفس الوقت بيكون فيها أفكار عميقة وتفاصيل ما بيتميز فيها يمكن غير الأستاذ أيمن زيدان. أكيد الفنان الناجح هو عنده رؤية إخراجية وكمان رؤية بالنص. ثاني أخبارنا بشار من صحيفة تشرين، رح نروح لأخبار خدمية اللي هي أكثر شيء بلامس حياتنا، بلامس واقعنا، لازم نكون مؤسسين صح. لهيك في تأهيل ل 39 منشأة صناعية جديدة باللاذقية بحسب صحيفة تشرين. بين مدير صناعة اللاذقية المهندس رحاب دعدع على تشرين أن الإقبال على ترخيص إقامة مشاريع متوسطة وصغيرة في المحافظة يساهم في سد الفجوة في الأسواق المحلية وتشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة، والتركيز على الصناعات الزراعية كالكونسروة والأجبان والألبان والصابون والشمع الصناعي واستخراج الملح البحري. وأكد دعدع أنه خلال النصف الأول من العام الحالي دخلت 39 منشأة صناعية بطور الإنتاج بقيمة 7.9 مليارات ليرة سورية، بتوفر 230 فرصة عمل مباشرة. وأشار إلى أن المنتجات للمنشآت تتنوع بين الألبسة والتطريز الآلي، المنظفات، الشامبو وغيرها من الصناعات الأخرى. في عنا صناعات ثقيلة وفي صناعات خفيفة، والأهم مثل ما قلت بشر أنا بتأمن فرص عمل لعدد كتير كبير. تماما، وهذا المبشر اليوم على خطى محافظة حلب وعلى خطى دمشق. اليوم المنشآت الصناعية عم ترجع لتفتح أبوابها وتباشر بدعم الصناعة الوطنية بشكل عام على امتداد الجغرافيا السورية. أكيد بشار، ولحتى يكون عنا أيدي عاملة ناجحة ولحتى يكون عنا خبرات ومهندسين قادرين على إعادة إعمار هي البلد، لازم نبلش بإعادة إعمار البشر مثل ما حكينا بالأعمار الصغيرة، اليافعين، الشباب المتميزين. كان لهم كمان بصمة بالمسابقة الوطنية الأولى. هون من ناحية أخرى للآلات الموسيقية لليافعين، كان في عنا مواهب من عدة محافظات بحسب صحيفة البعث، حيث أعلنت وزارة الثقافة مؤخرا أسماء الفائزين بالمسابقة الوطنية الأولى لليافعين تحديدا لآلة القانون بدار الأسد للثقافة والفنون بحضور الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة، يلي أشارت بتصريحها لصحيفة البعث إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت مؤخرا المسابقة الوطنية الأولى للآلات الموسيقية لليافعين، يلي استقطبت مواهب من كل المحافظات وضمت لجان موسيقية عالية المستوى قامت بالتحكيم بشكل دقيق في المسابقة، وعلمي وأكاديمي. أكيد هي يعني هي التفاصيل بشار، هي الفعاليات قديش بتفائلنا أنه نحن عنا لسه جيل قادر يبدع بالموسيقى اللي هي لغة الشعوب واللي هي لغة السلام. تماما رؤى، اليوم يعني الموسيقى بشكل عام تعد أكيد رافد للدعم النفسي والمعنوي رغم كل الضغوطات اللي عم تمر على الشعب الشباب السوري بشكل عام. أكيد بشار، بما أنه عم نعمل جولة صحفية على المحافظات رح أختتم بخبر من محافظة حمص بحسب وكالة الأنباء سانا يلي عنونت
غرفة صناعة حمص تطلق دورات التدريب المهني، حيث انطلقت دورات للتدريب المهني اللي بتقيمها غرفة صناعة حمص بالتعاون مع مجموعة خاصة للتدريب والتعليم والاستشارات بهدف تأمين فرص عمل للشباب ورفد للسوق المحلية باليد العاملة المؤهلة والمدربة. وأوضح لبيب الإخوان رئيس الغرفة لمراسلة وكالة الأنباء السورية سانا أنه برنامج التدريب المهني يأتي ضمن مبادرة غرفة صناعة حمص بكارك بتعمر دارك. حلو هذا العنوان، يعني بيرجعنا للحالة المهنية الأصيلة اللي دايما بتشتهر فيها سوريا بكافة المحافظات اللي أطلقتها بداية الشهر الماضي، وهي استمرار لمبادرة سبقتها بعنوان خبز وملح، وكانت تهدف إلى تحويل الأسر المحتاجة إلى منتجة من خلال توفير التدريب المهني وتأمين فرص عمل لها. يعني قديش هاي الأخبار بتفائلنا بشار بالعموم. تماما رؤى، يعني أخبار جميلة ومفائلة بالمرحلة القادمة والتحول من حالة الاستهلاك لحالة الإنتاج، وهذا اللي لازم يكون بالمرحلة القادمة لنقدر ننهض بهذا البلد. شكرا لك على الأخبار اليوم المنوعة، أخبار سورية كاملة وبصمات سورية بمختلف المجالات. شكرا رؤى.